يقول السائل: أنا شاب جئت من كشمير لأداء عمرة، وفي بلدنا بعض الكلمات يرددها الناس على ألسنتهم، مثل المستعان يا رسول الله والمستغاث يا رسول الله، أغثنا يا شيخ يا سيدي، فما حكم هذه الكلمات؟ هذه الكلمات شرك أكبر، لأنها دعاء لغير الله عز وجل، دعاء لغير الله، ودعاء غير الله شرك أكبر. والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، استغاثة بالأموات شرك أكبر، فلا يستغاث إلا بالله، ولا يدعى إلا الله، لا يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما يدعى الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. نعم.